شهرة مفتوحة، يقدمها طاهر أبو زيد. أديب وقصاص وصحفي كبير وقلم قريب إلى القلوب، من عشرات السنين يعيش الرواية والقصة السينمائية والمسرحية، ويؤرخ للعصر بالأعمال الأدبية. استغرقه العمل السياسي، ولكنه يبقى دائما قلما وقلبا. هو اليوم على رأس أجهزة الفكر كوزير للثقافة في جمهورية مصر العربية. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الكاتب الكبير الأستاذ يوسف السباعي. أهلا أستاذ يوسف. أهلا بك. أولا عايز إيه يعني زودتها في تقديم شوية، لكن معلش من يعني بتقلي عين الرضا عن كل عين كليلتنا. أنا سعيد بعين الرضا بتاعتك. طب زودتها في إيه؟ كل لا الحقيقة. طيب لا وبعدين يعني. إيه نمرة اثنين بعتذر لك تاني، أنا حسكمك لأن أنا مسكوم، ومن حسن حظ أن أنا مش حسكم المستمعين، فأنت اللي هتاخدها. يعني معلش أتحمل أنا هذه التضحية. يعني يعرف أن أنا ده مش صوتي. في الحقيقة هو ظاهرة أنك قريب إلى القلوب ظاهرة واضحة جدا، يعني بنسيب النقاد يقول اللي يقولوه في أعمالك الأدبية، إنما يبقى الجماهير العريضة تحس إنك أنت قريب منها قوي. تفسيرك لده إيه؟ وأنا قبل ما أقول تفسير لها إيه أقول سعادتي بيها. يمكن هي نوع من الغرور إن أنا أسلم بيها، لكن أنا يعني بس ما تجرنيش في الغرور، لكن أنا حسيت أنا كنت زمان إيه يعني في منتصف الرحلة بتاعتي إلى الشهرة، كنت أتردد قوي لما عين تيجي في عيني في قارعة الطريق وألاقي فيها نوع من الترحيب، أقوم أخاف إن أنا أسلم، أقوم أبان إن أنا مفترض إن أنا مشهور، فتلاقي أكسف وودي وش الناحية التانية. مع الوقت حسيت إنها مسألة سخيفة، لأن اللي بيوصلي مفترض إنه عارفني، بديت أسلم عليه، وبعدين لقيت ان ما بقى السلام بقى نوع من الترحيب اللا ارادي. يعني اضرب لك بعض الامثله اللي انا بحس انها اثرت فيها تاثير عميق ووزنت تهجم النقاد. يعني شوف قد ايه لما يجي مثلا ناقد كبير يضايقني، قد ايه واحد على قارعه الطريق ممكن انه يعادل المضايقه دي. هو أنا مرة مثلا أقول لك ثلاث حوادث كده، بعبر الطريق في شارع رمسيس وين لقيت واحد راكب عجلة، وين بصي لي ببساطة كده قال لي منور، والله منور. يعني أنت عارف زي ما يكون واحد يعني بيغذب يعني. فقلت له متشكر قوي. وبعدين مرة تانية برضو وأنا ماشي لقيت سواق تاكس بيقول، سمعت حد بيقول والله ده أحسن واحد في الدنيا، فطبعا استبعدت جدا انها تكون عليا، فما بلغش بي الغرور لهذه الدرجه. وبعدين لقيته المرور ابتدى يفتح، فهو زق جه جنبي قال لي والله ما في غيرك يا سلام. وبعدين ايه هو ايه انا بستعجب ليه يعني لغايه دلوقتي مش قادر، انت بتقول لي ليه انا مش عارف ليه، لكن انا سعيد بيها. الحادثه الاخرى ان انا كنت ماشي في شارع زينهم، انا كنت ساكن في منطقه السيده دي زمان، وبعدين وقفت العربيه وقفت، افتكرت ان انا عايز جبنه بيضه، فقلت للسواق انزل هات لي كيلو جبنه بيضه من البقال اللي هنا. جت وقفتي قدام واحد بيصلح جزم ويمسح جزم، تعرف اللي بيصلح جزم وعنده كرسي ومستدير ده بتقعد وتمسح الجزمه، فلقيت الراجل ساب الكرسي الصغير اللي قعد عليه ونط، قال لي اسمع انت قلت في التلفزيون انك بتنبسط لما الناس يسلموا عليك وانا جاي اسلم عليك. يا سلام. قلت له متشكر قوي بس قال لي تيجي تقعد معايا.
قلت له طب معلش دلوقتي. قال طب اسمع بقى اجيب لك كوبايه عصير. قلت له طب هات. فراح جاب لي كوبايه عصير قصب شربته لغايه ما جاء الراجل السواق جاب لي الجبنه وسلم عليا قوي. قال لي انا يعني مش عايز الح على انك تقعد لان مفيش داعي يعني. هو حاسس ان انا ايه قاعد مش هتبقى غير لائقه. فالراجل قال لي كفايه علوم انك شربت معايا العصير. وبعدين حاجه برضو افتكرتها دلوقتي. انا كنت راجع من اسكندريه وبعدين انا عايز اجيب مرتبه للسواق عشان ينام عليها لان جبت له سرير في اسكندريه ومش لاقي له مرتبه. فروحت في شارع الازهر في هناك محلات من التنجيد ومحلات من الموبيليات فقلت الاقي مرتبه جاهزه اخدها. فدخلت في المحل بتاع الموبيليات والتنجيد ده لقيت راجل قاعد بينجد مع القوس. عارف قوس التنجيد ده؟ أيوة والقطن. وراجل بتاع مثلا 80 سنه لكن في صحته ولابس اللباس الطويل والسديري اياه المخطط ده وقاعد منهمك في العزف على الوتر ده. الوتر بتاع التنجيد. وانا قلت لصاحب المحل قلت له النبي انا عايز اعمل مرتبه. قال لي والله تروح للي جنبنا ده تشتري منه القماش وتعالى لي. رحت اشتريت القماش ورجعت له. قلت له تخلصها لي في قد ايه؟ قال لي لا دي عايز على اليوم. قلت له بس ده انا مسافر بعد ساعه. قال لي ما يمكنش. جيت ماشي كده بخيبه امل بصيت لقيت الراجل ده الاول مره ينطق اللي هو منهمك في التعب. قال لي تعالى ابو حجاج اقعد اشرب فنجان قهوه مسافه ما هتخلصوا هعملها لك. يا سلام. ورحت قاعد وخد بتاع ده فصلي وبتاع. فبحس ان في شعور تلقائي ان انا واحد من دول وبيعاملوني ما فيش تكليف مطلقا ولا في احساس ان ده انسان مش منهم. يعني بترحيل زي بتاع الجزم او الراجل بتاع المنجد مش قال مثلا اهلا اتفضل يا سعاده البيت. لا اقعد يا ابو حجاج اشرب فنجان قهوه مسافه ما تخلصوا كنا عملت لك البتاع ده. دي حاجه لذيذه جدا. فده بقول لك اللي بيعوضني كل ما يقوله زي ما بتقول انت النقاد من عدم تقييم. لا ما هو يعني النقاد بيشرعوا سيوفهم ولا بد ان هذه السيوف تستعمل بصوره او باخرى يعني. وعلى الاديب ان يتقبل من يشرع السيف امامه يعني يتقبل او لا يتقبل دي مساله يعني. يعني هي معارك مفروضه على الاديب ايا كان الوضع. مقبوله واضرنا زي ما بنكتب لازم ننقد يعني. مش طيب حضرتك دلوقتي قلت امثله على الظاهره ولكن برضو انا سايب لك تفسيرها. هو انا مره قلت انها دعوه من جدتي قالت لي مره روح ربنا يحبب فيه خلقه يعني. فجايز ربنا استجاب حتى الحصل اللي بتيجي عليه. لكن انا اقول لك احللها لك بقى ايه وده اعتقد هو الحقيقي. انا عندي شعور حقيقي بحب الناس. اي يعني لو لقيت حد ضايق حد او انا تسببت في ضيق حد لا اغفر له ولا لنفسي هذا. وبعدين لما بلاقي حد في الشارع راجل عادي افرض بيكنس افرض بتاع لو حسيت انه متالم ممكن اقوم واحضنه وابقى حاسس بالم حقيقي. ما يمكنش الحب ده وتعبيري عنه كل ما قدرت انه ما يردش. وهي مشاعر الحب ما لا يمكن تتبدد في الهواء. لو حبيت حد هيحبك وبعدين ده ولو حبك حد هتحبه. وفي مثل بيقول لو حبتك حيه تلفع بيها. فما بالك لو حبك ادمي هتعمل بيه ايه؟ فهي حب متبادل بيبدا مني لان انا عندي رصيد من الحب. جايز واحد مره قال اكبر معايب يوسف السباعي انه فشل في تكوين اعداء. حلوه دي. يعني مفيش قدره على ان انا عادي حتى اللي بيخصموني. يعني بتيجي وقت افقد في قدرتي على الخصومه لما تحكم بيني وبينهم مواقف انسانيه. يلا نفسي. لا Thank you.
اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غير لا ما نحتاج. فدادين سنابل تحضن فروعها الايادي وتقوس بدورها المناجل، اجعلني حبه تفرح وتبقى فدادين سنابل تحضن فروعها الايادي وتقوس بدورها المناجل، وبدور على الناس محبه بسمة في كل دار، وبدور على الناس محبة بسمة في كل دار، وإن مت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار، يعلو بيها جدار. ده كلام جميل، بس هل كل الناس يعني بيعرفوك؟ يعني انا عاوز اقول دخل ادبك في هذا ايه، لان مش معقول الجماهير العريضه كلها احتكت بيك احتكاك شخصي وعرفت هذا عنك. اذا لابد انها لمست هذا خلال انتاجك، هو ده اللي انا عاوز اقف عنده. وانا لازلت اذكر مثلا اول اعمالك، او مش عارف اذا كانت اول ولا لا، اني راحله، واللي عملته في البنات وفي الاولاد في السن 15 16، زي يحلموا باني راحله، ولغايه دلوقتي يعني لا اذكر ان كتاب عمل من الاثر في نفوس الناس زي ما عملته انه اني راحله في نفوس الجيل الجديد، الا اذا كان المنفلوطي برضو في جيل مضى لما عملوا بالفضيله أبولو فيرجيني ومجدولين والحاجات دي. هو يعني اذا كنا هنحلل برضه، انا بحلل تحليل كاني انا غير معني بالعمليه، لان هي انت تدخلني في دائره من الغرور سخيفه قوي، لكن انا هحلل كاني مش انا. يعني انت عارف لما واحد يفضل يقول ان الناس بتحبه وبتحبه ليه ويفضل يتكلم في الموضوع ده بتبقى معلش، لكن انا هقول لك كاني شخص غير معني بالعمليه. منظورك كاديب، انا بقول لك ايه، هو لابد ان ينعكس أو تنعكس هذه المشاعر في كتاباتي. يعني أنا لا أعتقد أن في قصصي ضمت حقد أو سخط من اللي ملوش يعني مقابل للمغفرة، أو ملوش إصلاح، أو ملوش نوع من التسامح. يعني حتى الشخص اللي أنا بحس أنه سيء في الآخر بجد أن في مبرر لسوءه، وأنه يجب أن يعطف عليه، وأن في نوع من الحب في الآخر بيني وبين أي شخصية ككاتب. وأنا في حياتي كده، فلابد أنها تكون انعكست. يعني أنا حتى الأشخاص السيئين أنا جربت معاهم تجارب عجيبة وأصبحوا معايا من أحسن الناس. وإن أنا في رأيي إن ما فيش حاجة اسمه إنسان سيء، في وجه سيء للإنسان ووجه فاضل للإنسان. بس ده بيبان في إنتاجك الأدبي اللي أنا بعتقد بيبان من حيث لا أدري. وممكن إن يتكلم عنه ده ناقد بقى بدل اللي قاعدين يقولوا الكلام ده، يقولوا إيه ما أنا بقوله بقى بالنيابة. ومرة واحد لقى قال إيه، قال هي ظاهرة غريبة ليه منتشر، يعني ده ظاهرة لازم تدرس. طب أنا بقول ادرسه، يعني هل الجمهور كله وبعدين انا عارف مين اللي بيقول كده. وبعدين لما باخد مثلا تقييم طه حسين، ولو انه في يعني منتهى المجامله والحب، لكن بسعد بانه في نوع من التقدير يعزي عن جمهره النقاد اللي بداوا عمليه النقد بهدم كامل للادب، ابتداء من المزني وتوفيق الحكيم الى اخره، لغايه انا واحسان وعبد الحليم عبد الله وغراب وكل الجيل ده. طب لو قلنا حكايه ان حضرتك كنت منتشر،
المقصود بها انك كأديب غزير الانتاج في في القصة وفي الصحافة وفي العمل السينمائي وأيضا في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب قبل أن تكون وزير، ثم في حماية الأدباء والتضامن الإفريقي الآسيوي إلى آخره. يعني هو يقصد الانتشار بهذا، يعني عدد من المناصب، أو يقصد الانتشار غزارة الإنتاج؟ لا، هو لما هي في غزارة إنتاج قطعا، خصوصا في مرحلة مبكرة. أيوه، وانا بذكر ان كان بيعاب عليا وزاره الانتاج، لكن توفيق الحكيم مر قال لي اكتب طول ما انت قادر تكتب، لان اللي بتكتبه في فتره ما مش هتقدر تكتبه في مرحله سابقه عليها. أي، لان انا بعض ساعات اكون كتبت قصه وما كملتهاش، بعد 5 سنين ارجع لها ما اقدرش اكملها، لان مش دي الروح بتاعتي. أي، فقال لي كل ما تستطيع كتبته اكتبه، واوعى تقلق منهم بيقولوا عليه غزير. وبعدين بعد كده بتيجي مرحلة تقدم في السن، ما بيبقاش الواحد عنده نفس للكتابة، بيتعب، لأن الكتابة لها مرحلتين للكتابة: مرحلة تفكير وخلق داخلي، ودي ممكن تيجي في كل وقت، أنا نايم أنا قاعد أسرح أفكر، وتفضل تلف في دماغي وتتكون زي الجنين لغاية ما تستوي وأقدر أحكيها بمنتهى البساطة أو أسجلها كنقط على ورق. وعندي قصتين من هذا النوع موجودين لم يكتبوا حتى الآن. الكتابة بقى التنفيذ، أن أنا أقعد وأقفل على نفسي على الأقل في كل شابتر أو فصل 7 ساعات، ما حدش يفتح عليا ولا يكلمني، وببقى بخرج منهم مرهق جدا، لان بدأ بالافكار اللي في ذهني واللي انا واضحه في نقط لازم اطلعها في الصوره اللي هيقراها القارئ. وانا بطبيعتي ما بصلحش الا في بروفه واحده لما تيجي بالمطبعه عشان اصلحها، عشان اتاكد انها هي ما كتبته ومش حاجه تانية. لكن وانا بكتب جايز اشطب اعمل حاجه هامش تحت، لكن بعد كده ما بقراهاش الا لما تروح في الطبعه وترجع. فده إذا كان الغزارة في الإنتاج، هو حصل الغزارة في الإنتاج. إذا كان الانتشار، فده برضو بيحكم عليه الناشر، يعني بيقول لك الأحسن موزعين دلوقتي مثلا فلان وفلان، ويبقى مسألة رقمية، يعني بيطبع كذا كل كذا، وفي خلال مثلا سنتين بيكون اتوزعت طبعة 6000 10000 إلى آخره، ولهم معدل، يعني العقاد كان لهم معدل ثابت 2000 نسخة في السنة. والنشر بتاعه عارف فيجي آخر السنة يلاقي خلص. وانت معدلاتك كام يا أستاذ يوسف؟ دي انت ما مندوب ضرايب ولا ايه؟ لا، انا بعتقد ان لغايه دلوقتي كويس، وده اللي بيريحني. يعني هو انا بحس ان في اجيال بتيجي بتخلف اجيال تانية. يعني هو تبص لاي واحده ايه قابلها مثلا عمرها 40 45 سنه، تقول لي ايام ما كنت بقرا لك ان راحله، وبعدين ابص الاقي بنتها بتقرا ان راحله دلوقتي بشغف. يعني في اجيال بتتوارث القراءه، فانا ما بخافش يعني من الكبر او من الزمن. وانت قطعا اذا كان لك بنت حتى اقول لك كده، هو بيحصل للناس كتير قوي يقولوا لي يعني رجاله كبار ومعهم اولاد، كنا بنسمعك في جرب حظك واحنا صغيرين. يعني بص دي كبرت كده من فجاه، قلنا اولادنا معجبين بيك. وبعدين انا اتساءل يعني انا كبرت كده امتى؟ Thank you.
أستاذ يوسف اللي بيقرأ قصصك ابتداء مثلا من إني راحلة والضابط اللي في سلاح الفرسان واللي من أسرة إلى وبعدين نحن لا نزرع الشوك والبنت الشغالة اللي تبهدلت في الحيشة يعني وبيشوف إنك أنت اتصلت بعدد كبير جدا من النماذج البشرية وخاصة المرأة يعني وبيظن إنك أنت غصت في بحر الحياة بشكل كبير جدا لم تكتفي بأن تمشي على الشاطئ وتبلل أقدامك يعني فهل حدث فعلا في حياتك الواقعية إنك أنت تقلبت كل هذه التقلبات في الدنيا وعشت الشعب كذا وعشت الأرستقراطية وعشت حقيقي ما هو أنا عايز أقول لك ما يمكنش أنا لا ما أقدرش أكتب عن وهم يعني لما بكتب عن جنينة نميش وزنهم وكل بتاع نحن نزرع الشوك والأب اللي مات والعملية دي كلها دي من صميم حياتي أو عشان ما بقاش إيه يعني محدد قوي من صميم مجتمعي بقى يعني ممكن إن إيه إن الأب ده أبويا يعني أنا بكتب وتحطليها مرتين مكتوبة في مؤلفاتي قصة الأب اللي بيموت قدام ابنه أب عزيز جدا مكتوبة في نحن نزرع الشوك وكتبتها قبل كده في نائب عزرائيل وكانت تجربة مريرة جدا في حياتي وأنا ابتديت حياتي من السيدة زينة يعني أبويا كان موظف في وزارة الأشغال في رئيس ألم الترجمة أو مترجم وكان كاتب وكاتب يعني عنده البوهيمية اللي لا مثيل لها اللي يستقيل في أي وقت واللي يستقيل عشان يحفظ ديوان ابن الرومي وبعدين له تاريخ وكان هو زميل العقاد والمزني هو الأستاذ محمد السباعي فأنا عصرته 14 سنة من عمري مات وأنا عمري 14 سنة فمريت أولا لغاية 14 سنة بحياة السيدة زينب مع أب زي محمد السباعي وشفت كل المجتمع ده كفرد منه وبعدين يعني راسب في أعماقي مش أنا لما بأمشي دلوقتي في شوارع السيدة بحس بنوع من الدفء الونس يعني بحس إن أنا دي بتاعتي بيئتك بيئتي وما أمشي في بتاع ده عارف البيت اللي كنت ساكن فيه إذا أنت من أسرة متوسطة إذا كنت كمان لو عايز أقل متوسطة ما أعرفش المتوسطة يعني بقى إيه يعني بس أنت بتدي إحساس إنك من أسرة أرستقراطية جدا أنا هقول لك بقى إيه ما هو مرة كنا قاعدين في نادي القصة وبعدين أمين غراب قال نفس الكلام ده قال لي أنت تعلمت فين الكلام ده مع أنك أنت راجل ابن زوات فقام طه حسين هز دماغه قال له ليه أمين بتقول كده عشان عمه وزير أنا كان عمي طه السباعي وزير وقتها وزير مالية وزير تموين قال له ده عمه بقى وزير تموين زي طه حسين يعني مش ما تخلقش وزير أصله من بيئة شعبية أو متوسطة أو بين وبعدين بقى وزير فأنا ما عشت في اتولدت في الضرب الأحمر في حارة الروم بس ما وعاش عليها لأن كالطفولة أنا الواحد ما يقدرش يذكر إلا يعني من 5 سنين فأنا اللي أذكره قوي هو السيدة زينب وجنة نميش وكل البيوت اللي سكننا فيها وأفتكر لعبي بالطوق ولعب استغماية وعسكر وحرمية ودي الرصيد بتاعي في الكتابة بتاع بين أبو ريش وجنة نميش وكل الأحياء دي كنت لما مثلا أطلع ميدان السيدة بعتبر نفسي رحت لآخر الدنيا ولو عديت ميدان السيدة تبقى بقى تهت يعني بلغوا عني البوليس على طول وبعدين أقصى حتى رحلة أروح لها في العيد مثلا جنينة النزهة اللي في جاردن سيتي وبعدين أكون لابس جزمة ضيقة وتتعقر رجلي وارجع أعرج وبعدين كان عمر ما عيد جه قال لما عيني اتوجعت ورمت يعني الذكريات طول عمري ما والمراجيح وكل طفولة الولد المصري بدقة فدي إذا كنت بقى يعني كرصيد كاتب مفيش أقيا من كده رصيد يعني كنز وبين اتنقلت بعد كده مات أبويا ومريت بتجربة يعني إيه ولد بيحب أبوه يفقد هذا الأب وبعدين دي أنا بعتقد يمكن بلا إرادة عبرت عنها في كتاب السقامات جزع الولد وخوفه على أبوه لا يموت وبعدين زي ورث المهنة بتاعته وبقى سقى زيه وعملية فيها برضو من حيث لا أدري واضح إن الحادث أثر في حياتك قوي جدا وبعدين بحاول دايما إن أنا أخفف عن الناس سواء في السقامات أو في نائب عزرائيل جزع الموت يعني أنا في نائب عزرائيل قلت بهدي الرواية دي إلى سيدنا عزرائيل الجميل
وبقول لهم انتوا بتخافوا ليه من عزرائيل؟ ده 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 بهلوان. يعني هو العملية انتقال من حالة إلى حالة، وحالة أريح، بدل إنك لما بتنام بتستريح. في حالة الموت دي نومة دائمة، لكن هي بتفزع منها للبهلوانية اللي بتحدث بيها، صدمة ترمي وصريخ ودم بينزل وزيطة. لكن لو قلت مرة أنا رايح أموت ونمت وتغطيت ومت، ما مفيش حاجه تزعل. ما حدش بيقول كده. انا قصدي ما هو لو عملناها مره مش مشكله، لان انت الواحد بيستيقظ لمزيد من المتاعب. صحيح. بس برضو المجهول مخوف. لا لو هي كمان اكتر من كده، الفراق المؤبد هو ده المزعج لعزيز عندك. بس ليه احنا وصلنا في حديثنا الى الحته دي والموت؟ طب اكمل لك، ما دي من احد التجارب اللي انا عصر. وبعدين بعد كده اتنقلت في فروض الفرج. كنت تلميذ في شبرا الثانوية، تلميذ أبوه ميت حزين، وأنا ابتديت يبان علي الهوايات اللي هي خلتني كده يعني، واللي كانت بتبتدي مكروهة في طفولة الواحد واعتبرها نوع من العبث، وبعدين تتسبب في أن هو ده يمكن الحاجة الميزة اللي له في كبر. يعني زي عبد الوهاب لما كانوا بيجي يغني رقوه علقة عشان بيغني، فطلع انه يعني العلقه دي المزيكا دي هي دي اللي احسن حاجه فيه. وبين انا مثلا لما كنت انا برسم كويس قوي، وكنت اقرا روايات واحب اكتب قصص. فمره ستي ام ابويا ام امي شافتني برسم، قالت لي ارسم خيبتك ارسم خيبتك. يعني وكان عشان اقرا روايه لازم احطها في جلده كتاب طبيعه او كيمياء عشان تمر تمر ما يفونيش وانا بقرا روايه. وبعدين طبعا الكتابه كنت بكتب مواويل واكتب اسجال، وكنت اغني اقعد في وسط نبز اغني. كل دي بوادر عبس طفولة، لكن بعد كده بتنضح انها مواهب ممكن تجعل من انسان نجح في هذا الفرع في حياته. طب استاذ يوسف، هنقف وقفة هنا وتختار لي من اللحظات الماضية الظريفة الحية دي كلها اغنية تفكرك بالجو القديم او كده، او يعني اغنية كنت بتسمعها وانت صغير وتأثرت بيها. هي في الاغنية بتاعة، في اغنيتين ممكن تنقي اي واحده منهم. علموه كيف يجفو فجفى، او رده الروح على المضى معك. الاثنين دول كنت مولع بيهم جدا. وبعدين في غنى كنت بغنيها انا، بس مش عن ولع، لان كنت بقدر اغنيها. اللي هي امتى نعود لك يا نبي، ونمتع الانظار والفرح يرجع يا نبي، والطبل والمزمار. دي بتاعت احمد عبد القادر. كنت لان يظهر كنت بحافظها كويس، فكان دايما هو يغني فروح مغنيها. بس مش هغنيها لك دلوقتي. بتقطع المكسوف لاني مسكون. امتى نعود لك يا نبي، ونمتع الانظار، الفرح يرجع يا نبي، والطبل والمضمار، امتى نعود لك يا نبي. الطبول دقت وقم، ننظر النبي، والجمال حطت وقالوا لركبي، هن علي يا ابني أحلى نورك يا حبيبي يا نبي.
يوسف السباعي الوزير أم يوسف السباعي الأديب، أم أن بينهما تعايش سلمي؟ هو الوزير بيجور فعلا في الوقت وفي الاستغلال، يعني الوزير مستغل الأديب مش عايز أشوف. لكن الأديب أقدر وأبقى وأكثر يعني تعاطف مع الناس يعني. وبعدين أنا بقدر أتكلم كأديب أحسن 100 مرة يعني. لو دلوقتي تقول لي حاجة عن الوزارة يعني هتلبش هتلبش ان انا ما اقولش. لا ما تقولش، اه ما بنصحك يعني، خلينا حبايب وخلينا اكلمك كاديب. ولا وانا بحس ان ايه، ان اول ما اتكلم عن الوزاره ابتدي ابقى وزير. ولا شوف يا سيدي وزير الثقافه بيقول ايه، وشوف يا سيدي سمعنا وزير الثقافه بيقول امبارح كذا. وانا فاكر مره زمان وانا سكرتير مجلس الفنون، حد من اخواننا في الاذاعه برنامج كده سالني ببساطه تحب تسمع ايه، فكانت الغنوة اللي مشهورة أو لطيفة بتاع مال الهوى ياما بتاعت صباح أظن. وبعدين وإحنا قاعدين في أول اجتماع لمجلس الفنون، ليه طاع حسين كده هز دماغه ويقول السكرتير العام بتاع مجلسنا قالوا له تسمع إيه، فقال مال الهوى ياما. انا كسفني. وبعدين هو ايه يعني اقتران غنوة الواحد بيحبها بمنصبه وعمليه ملاش مبرر كانه. وبعدين جيت مره بعديها بشهر برنامج تاني، فقالوا لي تاني تحب تسمع ايه، قلت لهم والله انا طلبت مال الهوى ياما، فالدكتور طه حسين قال كذا، فانا المره دي مش هطلبها، هطلب ياما القمر على الباب. وضربت ياما القمر على الباب، فطبعا ضحكوا تاني مره في المجلس قالوا لي خلاص سكرتير عام مصر. طب كوزير بقى تحب تسمع ايه؟ اقول لك اسمع ايه. يعني كوزير برضو حسمع حاجه، سمعني حاجه من ام كلثوم اللي هي في اغنيه بحبها بتاعت اسال روحك. اسال روحك، حلوه. اسأل روحك، اسأل قلبك، قبل ده كله غير وجيه، غير وجيه. انا غيرني عذاب حبك، لكن انت غيرك غيرك. حتى عليك ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي، ولا تسامح روحي معاك غرت بي. هو حناني عليك أساه حتى عليك، ولا رضايا كمان خلاك ولا تسامح روحي ما غرت فيا. انا حبيبي صحيح بسامح الا في عزك نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف الصالح واعرف نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف الصالح واعرف اجي كتير على قلبي وغدرك فيا اثر فيا. اتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بداية، اتغيرت
برضو أنا معلش يعني في إغراء إن أنا أكلمك وزير، لأنه أولا أنا بسجل حتى معك في مكتبك كوزير، مش قادر أنسى الحكاية دي. إنما مش هتكلم عنك أنت بالذات الحقيقة كوزير، ما هي المهمة العاجلة أمام أي وزير ثقافة عربي في رأي حضرتك؟ حضرتك لفيت البلاد العربية كلها ويعني مسحت الحقل الأدبي والثقافي والفكري في المنطقة كلها. أنا أقول لك بصفة عامة وبعدين بتيجي بعد كده هتقولي إزاي، يعني إزاي هي الهدف العام هو المساهمة فيما نسميه بناء البشر أو التنمية الاجتماعية اللي بتخلق إنسان عربي جديد قادر على تحقيق مرحلة قادمة من وضع العرب في وضعهم الحضاري الأصيل. بإيه بقى هو؟ أنا بشوف لما تمشي في السكة السلوك بتاع المواطن الدائم مش على مستوى حقيقته، يعني لما بنيجي نعمل السد العالي أو نعبر القناة بتلاقي لنا طاقة وانفعال وقدرة بنحقق حاجة معجزة، وبين تسيبنا على راحتنا ممكن نعمل حاجات تقول مش معقول ده هو ده اللي عمل ده، ممكن نمسك الطين ونعكه على الجدران، ممكن نسرق غطية البكابورتات، ممكن نقطع الكراسي التوبيسات، يعني حاجات تقول طب ليه ده عمل كده. هي هو في طريقتين عشان تغيير سلوك المواطن، او يا اما الأولية بالقوانين، تطبيق الرادع لقوانين اللي بتحمي المجتمع مش اللي بتحمي الحاكم أو بتحمي السلطة. بعمل قانون عشان خاطر أما أقول ممنوع المرور هنا يعني ممنوع المرور هنا، أما أقول بيطلع فوق الكوبري العلوي بيطلع فوق الكوبري العلوي ما يجوش يتنططوا تحت، يعني أما أقول ممنوع لصق إعلان هنا يعني ممنوع لصق إعلان هنا. فالعملية الثانية اللي أنا بقول لك عليها تنمية الاجتماعية أو تغيير المواطن. اللي هو ايه؟ عايز وقت. يعني الفرق بين، وده مهمة الثقافة الحقيقية، لما بتجيب واحد او اتنين وتدخلهم في تجربة او مشكلة، رد فعل ده ورد فعل ده بيختلف بالنسبة لمدى ثقافة ده ومدى ثقافة ده. او انسان واحد هاته وواجهه بمشكلة بعد 5 سنين عادوا علموا وسمعوا مزيكا يعني الركدة وشافوه فيلم مسرحية، يعني اديله قدر من الثقافة في 5 سنين وبين عرضوا لنفس المشكلة، قطعا هيكون سلوكه أفضل في المشكلة دي ويكون استجابته للإنسانية للسلوك الإنساني أكتر. فأنا بقول إن شغلة الثقافة هي تغيير سلوك المواطن العربي إلى ما هو أفضل للمشاركة في مرحلة بناء المجتمع العربي القادمة، لكي يضع الوطن العربي في مستواه الحضاري اللي تعودوا طول على مدى التاريخ. عظيم. هي دي النقطة الأولانية. كيف إذن يتم هذا؟ أقول لك إزاي. هي أنا بعتقد أن المشكلة أنك أنت بتديله مزيد من المعرفة. أي. المزيد من المعرفة دي بتعطى بأسلوبين، أسلوب الفرض وأسلوب الجذب. الفرد ده ما نسميه بالتعليم education، وده بتاخده غصب عنه بتوديه الكتاب أو الروضة ويعيط. أنا ابن بنتي دلوقتي يوميا خارج معيط ومرقوع علقة عشان رايح المدرسة، وغصب عنه حيروح وحيرجع بعد كده يذاكر وما يجيبش مجموعة، وبعدين غصب عنه لغاية ما يطلع في كلية ما وتنتهي ريحة العذاب اللي أنا بسميها دي بقدر من المعرفة، كيمياء وطبيعة وصوت وضوء إلى آخره. لكن ركب تركيبه بقى يختلف جدا عن إنسان بدائي ما ادتلوش أي قدر من المعرفة، بيختلف في تصرفه قطعا، تقدر تعمل بيه حاجة. تمام. في جانب آخر أنا بسميه المعرفة الجذابة، هو ما بيضربش عشان يشوف، هو بيسعى إليه ابتداء من خيال الظل أو السفير عزيزة أو الراجل أبو ربابة اللي بيقعد على القهوة بيقول الزير سالم وأبو زيد الهلالي،
الى السينما والمسرح والاوبرا وكل الحاجات الجذابه للانسان اللي هي بتديله مزيد من المعرفه الحسيه كمان. والاذاعه والتلفزيون والتلفزيون وكل ما هو ما اللي بيخليه تلقائيا بيبقى اللي بيسموه كالتشرد. وفي ان كالتشرد وكالتشرد يعني اللي يخليه هزب وبقى آدمي قادر على التصرف بذوق وبجهد وبفهم لكل حاجه. هو ده الطريق. ده صحيح. طب أستاذ يوسف أمسك بعض حاجات واقعية، مثلا الجيل الجديد تيار واضح بيتجه إلى الغناء الغربي وإلى الإيقاعات الغربية، وحتى الناس كتير قوي بيلتفتوا إلى الإذاعات الغربية، راديو مونت كارلو أو راديو إلى آخره، يحبوا الموسيقى الغربية وبيرقصوا على هذه الموسيقى الغربية، وقد يكون الرقص أحد الأسباب اللي بتدفعهم إلى هذا. أنا هقول لك ما موقفنا نحن. نحن حلناه حل حقيقي، وأنا سعيد إننا نجحنا في هذا. مش أنا نجحت، الناس الفنانين القادرين على هذا. شوف أنا بفهم جدا معنى كلام اللي بتقوله، وأنا عارف أنه خطير إذا تأكد ورصد وبيشكل قطيعة بين الأجيال أو انفصال في وطن ما بين أصله ومستقبله. ودي حدثت عندنا لفترة ما بالنسبة للفن والموسيقى، زي ما بتقول أنت بقى كل الاتجاه للموسيقى الغربية، وبعدين أكثر من كده السخرية بالتراث الموسيقي بتاعنا. يعني أنا بذكر وأنا كلمت مرة في التلفزيون عندي غنوة عبد الحليم حافظ اللي بيقول إيه يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، وبعدين بيغني الأغاني القديمة بنوع من السخرية بتاعه، حقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب، ويقول لك بغني قديم وانا كان وانا كان ذنبي وانا ايه ذنبي. طيب ادي فتره مرينا بيها. طب اللي حصل ايه الان دلوقتي؟ ان في واحد زي عبد الحليم نويره وفرقه تانية عملناها بتاعت رهيب الحفني، عملوا اعاده توزيع اوركسترالي للاغاني نفسها اللي بيسهر منها. وبعدين تعالى شوف مسرح سيد درويش او قاعه ايورت وشوف مين جمهورها، وشوف الولاد الشبان الصغيرين والسعادة بتاعتهم وتسجيلهم لكل الأغاني دي، وبعدين كيف بتوزع هذه الأغاني القديمة موزعة توزيع جديد وبتطلب. شفتهم الحقيقة وشفت ازاي بيدموا ايديهم من التصفيق حقيقي، فكأن وصلت بين أذواق الجيل ده بتاع ابني وبين الأغاني اللي أنا وأبويا كنا بنحبها وبنسعد بيها، واللي ابتدت تبقى محل سخرية من أيام عزيز عثمان لما كانوا بيطلعوه عشان يمثل دور كوميدي بيقول يا سيدي زمان ولا يا سيدي زعلان يا سيدي زعلان والكلام دي بقى يا سيدي زعلان دي بتتقال والناس بيسقفون، فبقتش سخرية. نمرة اتنين، عبد الوهاب عمل عملية أنا كنت بتساءل برضو سرها إيه. هو لحن لأم كلثوم انت عمري، قبل انت عمري ابني وبنتي كان لا يطيقوا يقعدوا يسمعوا ام كلثوم، وكان يقولوا ما نقدرش نقعد نسمع ساعه. انا بحب ام كلثوم وانت وجيلنا ده كله ما، لكن هم كانوا بيروحوا يقعدوا يرقصوا الرقص ده ولا يسمعوا الموسيقى دي. بعد انت عمري ارتبط هذا الجيل مش بس بانت عمري ولا بما بعد انت عمري، لا ده رجع تاني يجيب اغاني ام كلثوم القديمه ويسمعها. وبقى ابني وبنتي عندهم اشرطة ام كلثوم ويستعيدوها ويسمعوها. بستعجب ليه؟ طب انا افهم يكون حاجات جديده بقت تتناسب معاهم، لكن طب القديمه اللي ما كانوش يقدروا يقعدوا يسمعوها ليه رجعوا لها؟ اكتشفوا قطعا نوع من، اما باجي اقول لك ايه تعرف ما اقول لك طب دوق دي تقول لي انا ما بحبهاش، قول لي يا اخي جرب وافضل لغايه ما انجح مره ان انا ادوقك طبق او معلقه من هذا الطبق، تقوم بعد كده تبتدي تقول والله كويس طب هات لي بقى. فابتدى جيلنا يرتبط ارتباط كامل بالتراث. نمره اتنين، انا زي بقول لك رجعته يعجب بالتراث بتاعنا، وان انا نطيت على الحاجات اللي بيهواها ومصرتها. يعني في الفرق بتاعتنا بتاعت الجاز في فرق منها اشتغلت مع هيئة المسرح
كان في فرقه منها بتاعه الانغام الخفيفه وغيرها، وكان في نوح محمد نوح ابتدوا يعزفوا الحاجات الراقصه بنفس الموسيقى وبقى غني حماسيه ممتازه في مسرحيات، فبقى ما بقتش غريبه علينا وقدرنا نستوعبها ضمن التراث، مش التراث المستقبل بتاعنا، فبقاش في قطيعه بين الماضي والحاضر او في فصل في التذوق الفني بتاع الاجيال. طب بالمناسبه استاذ يوسف، نسمع حاجه من فرقه الموسيقى العربيه وبتاعت عبد الحليم نويره، وانا شخصيا كمان معجب بيها جدا. استاذ يوسف، شوف قد ايه الاغنيه حلوه اللي سمعناها وجميله والواحد بيعيشها طبعا، لكن الا ترى ان هذا الجمهور اللي هو جاي من الجامعه، حتى من الجامعه الامريكيه، وقاعد في قاعه سيد درويش وبيسقف بحراره جدا جدا جدا، بمجرد ما تنتهي هذه الجلسه بيروح بالليل في اي نايت كلاب ويرقص ويتنطط على موسيقى ازنافور او ادامو او ما اعرفش مين او مين من المغنيين الغربيين ويندمج. أنا بشوف إن هنا هي قضية مش الغناء، هي قضية الرقص. ما هو موقفنا، موقف المثقفين وبالتالي موقف وزارة الثقافة من اتجاه الشباب إلى الرقص، وخاصة في بلد ليس لها رقصة قومية مثل الدبكة اللي موجودة في لبنان واللي ممكن تستغرق طاقات الشباب؟ هل سنمنع الشباب من الرقص؟ لا، هو شوف إيه، بالنسبة للرقص حصل تطور خطير في حياتنا فيه، يعني هو انت عارف الرقص كان نوع من العيب يعني، وكان عملية بتاعت كبريهات، وبعدين فضل يتطور يعني بتحية كاريوكا شوية، وبعدين بقى لهم يعني الهيبة بتاعتهم والرقصات بتوعنا، لغاية ما جت فريدة فهمي ورضا وابوها استاذ كبير في الجامعة، وابتدى يعمل فرقة رقص سموها رقص شعبي. هي في الواقع على نفس الواحدة ونص المصرية، وفريدة بترقص كأي رقصة،
لكن أخرجتها من الامتهان. يعني إن كانت بتبقى راقصة كباريه بتقصد الإثارة. انتهى هذا. بقت بترقص هي ومجموعة وبتجيب الفولكلور بتاعنا بتكوينات جميلة وتشكيلات عندنا من أمتع. أنا عرفت ذلك النهار على رئيس حرم رئيس الفلبين وقبل كده على الشاه, حاجات ذهلوا منه بواسطة الفنون الشعبية بتاعتهم. وبعدين ما بقاش بقى, أنا بقول إيه يعني, انتقل الرأس من عيب إلى إن ممكن واحد يجي يسلم عليك يقول لك أنا راقص فنون الشعبية. ده صحيح. نمرة اتنين, هو الرقص اللي بيرقصوه هو احنا عندنا اولا من اغانينا وموسيقانا ما يمكن الرقص عليه. انا سمعت حاجات مصرية زي ما قلت لك بتاعت نوح وغيرهم, وبعدين حاجات فيروز. انا كنت قاعد في فلسطين وكنت داعي الندوة المرأة للتطور الاجتماعي, وبعدين لقيتهم بيعزفوا بتاع بيعزفوا بتاعت حبيتك في الصيف وحبيتك في الشتاء. ورقصوا عليها الشباب رقص اي اغنيه راقص. وبعدين ما حدش كمان ضد هذا, يعني ما بقاش بقى ايه يعني, انا لو قالوا لي ابني والله بيرقص هناك مع خطيبته يعني هقول له عيب ولا عملت كده ليه؟ يعني هو قطعا بيرقص يعني مطلوب, ما اعرفش مطلوب مننا ايه اكتر من كده. لا يعني هو ايه, انا بقول انه هل دي هي دي ظاهرة عالمية مثل زي ما تطورنا من لبس التربوش وقبل كده التربوش الواطي ابو زر طويل وبنلبس البدلة وبناكل بالشوكة والسكينة. يعني لون من التطور الحضاري بيجتاح العالم ان البنت والولد بيرقص, وبالتالي الموجة العالمية بتاعت الرأس العنيف او الرأس الحديث بتدرج من التانجو الى مش عارف الى الرقصات ما يمكنش مقومتها ده الى الجرك الى اخر. فادي حد انا بقول دليل الحقيقة, لانه انا بشوف ان المواطن العربي يعني قدامه حاجتين بيحاول كل اتجاه انه يشد فيهم. اتجاه بيقول ان احنا نعود الى تراثنا حتى اذا كان هناك رقص او موسيقى نلتزم به التزام كامل, وبالتالي نعود الى ماضينا ويبقى العربي كل قوامه من تاريخه, وحتى اذا اردنا التطوير فليكن تطويرا على اسس عربية واضحة الملاحم واضحة الملامح. وهناك تيار آخر يقول لا غنى لنا عن أننا جزء من العالم, وبالتالي فلندخل في تيار المدنية والتحضر ويصبح الإنسان العربي إنسان متحضر, إنسان له سمات الإنسان الأوروبي فكرا ومنطقا. بس اللي قلته الأول لا يمنع من الثاني, يعني هو إيه, عارف الأصالة مع المعاصرة. يعني أنا لا يمكن انزع جذوري من الارض اللي انا فيها, لان ده ببقى هش وببقى مزعزع. لكن انا نابت من ارض ما وبعدين بفرع وبأطور نفسي زي الشجرة البرتقان اللي بطعمها عشان تبقى برتقان سكري برتقان بصرة وحضرها ما تبقاش طول عمرها بذرة. فانا مع كل ثبات جذوري في الارض اللي انا نابت منها انا باخد كل الريح النسمة الطيبة من الاخرين وبعدين باهضمها او بتنفسها وبتندمج فيها, وبعدين بعمل بعد كده حاجة لي انا مرتبطة بالاصل وبالطيار العالمي. يعني زي بقولك انا لما بيجي واحد زي نوح ده بيعمل الغنوة نفس الدنيا كلها بترقص معاه. ودلوقتي حتى في فرق جديدة ولو انها بتقلد انما ممكن تعمل اغاني عربية, فرقة ابن توفيق الحكيم وبيعملوا اغاني عربية كلها منار ابو هيف وكل عملوا الانغام الخفيفة دي كلها اغاني عربية وبكلام عربي وبألحان عربي والدقة الجديدة. طب ده الحقيقة برضو شوف ازاي استاذ يوسف احنا بنتكلم في مهمة وزارة الثقافة لكن بالاسلوب الاديب اللي بيعجبك. يعني انت مفيش مفرق. طب حضرتك قلت لي انه الوزير بيجور على الاديب في وقته وبيستغله, لكن هل ابقى الوزير للاديب شيء؟ يعني هل بتستطيع ان تنتج انتاج ادبي حتى وانت وزير؟ لا قطعا لا. انا حاولت, انت عارف كل اللي قدرت اعمله في يمكن اول شهر ان انا كنت بكتب قصه العمر لحظه في المصور. كان باقي خمس حلقات ما كنتش كتبتهم, مع رغم ان انا كنت مخطط لها وكتبت كلها,
فاتزنقت وانا وزير، واضطريت ان انا اصحى يوميا من 3 الفجر اكتب لغاية 8 عشان اخلص الحلقات دي لغاية ما خلصتها. وبعديها كان مستحيل ان انا اكتب، لان عملت يعني ايه، مش بس شغل الوزارة انت عارف، يعني حاجات رسميات كتير قوي، مقابلات الناس، وبعدين انا في منصبي انا جزء من الوسط الفني. يعني لا يعقل ان واحد عايز يقابلني ويقول له لا. صحيح. لان هم بيجوا على طول، يعني فؤاد المهندس بيجي، امين هنيدي، اي حد، زوزو ماضي، امين رزق، اي مخرج، حسن الامام، ما بيجي يقول لي حسن رمزي كلفت الفون عايز اجي لك تعال اتفضلوا. يعني ما تبقى سخيفه قوي لما اقول له والله مش فاضي، او يعني طاهر ابو زيد. لا يعني بالعكس، يعني انا سعيد قوي ان انا اشوفك. الله يخليك، انا وحشتنا. بالحقيقه انا مقدر تماما هذا، ومقدر ايضا انه وزاره الثقافه في عصرها الحديث هي وزاره محتاجه الى اعباء ماليه ضخمه جدا. يعني كل شيء محتاج، وخصوصا عشان يؤسس، يعني عشان يتاسس راس حقيقي، عاوز تدريب كذا، عاوز يتاسس معهد فني عشان تعمل اوبرا، عشان تعمل اوبرا عايز 15 مليون جنيه. صحيح. يعني مهمه محتاجه الى فلوس في وقت الفلوس فيه يعني قد تنصرف الى مجالات اهم في معركه حياه او موت الى اخره. يعني طب استاذ يوسف، يعني أنا الحل بقى ان انا ايه، بحاول بجهد الناس اللي معايا ان انا اعمل حاجه باقل القليل. وبعتقد ان انا نجحت، وايه، وانا ما بتخشش بقى في حاجات جديده. انا عارف اللي قبليه عملوا حاجات كويسه، يعني كوني انميها واجلو الصدى عنها، انا بعتقد هحقق نصر كبير من غير ما احط في ذهني ان انا لازم انا شخصيا يبقى ليا حاجه. يعني هو اول ما جيت الوزاره قالوا لي خد بالك لازم تعمل حاجه تبقى بتاعت يوسف السباعي. قلت لهم والله هبقى عبيط لو اسيب كل حاجه دي واعمل حاجه بتاعت يوسف. طب انا ما اعمل الحاجات اللي اتعملت قبليه، في استوديو اتبنى لم يجهز، طب ما اجهزه، معمل الصوت ناقصه، اوضه للموسيقى، طب اعملها. يعني مش مهم ان انا يقولوا ان انا عملتها، بس انا شغلتها. يعني هو هذا الاتجاه اكثر اخلاصا وان كان اقل دويا. مش كده؟ طبعا. وبعدين ممكن حاجات اعملها ما تظهرش في وقتي، مش مهمه برضو. مش يعني هي مشكله ان انا اشغل نفسي بان الناس يقولوا عمل كذا، بتبقى نوع من التخريب. وانا حقيقي يعني انا ما اتشتمت كتير وانا وزير. يعني مش مهم. اظن حتى صلاح جهين في ال قال حاجات كتيرة. قال ان انا دكتاتور وما لا هو قال وزارة الدفاع. يعني شو انا قلت والله عظيم اذا كان، يعني طب ما هم غلطانين، يعني اذا كانوا عايزيني افضل يشتموني وادافع عن نفسي، طب هم السبب. يعني وبعدين ايه، لان فعلا يعني نشطب وزارة الثقافة ونكتب على اعتبار ان حضرتك بتدافع دايما. ما هو مفروض تدافع. ما انا بدافع، بس هو لو يفضوني من الدفاع، يعني لو يبطلوا هجوم بافتراء وبتعجل، يعني انا عارف انا بعمل ايه وعارف عايز ايه. وعمليه خدت مره صلاح حافظ دوخته ساعه، اصله يقول لي هقدم لك اسئله، ده كلها اسئله فيها نوع من الاستفزاز. قلت له طب سيبها لي انا كاتب وهرد عليك. وبعدين تعالى بقى اوريك انا بعمل ايه. خدته فات ساعه عرق معايا، لكن كان امين حقيقي لدرجه قال ما حدث. وكان ممتاز، يعني شكرته بعدين. قال انا دخلت في معمل الوان عمل يوسف السباعي بشهد انه كان كحجره الجراحه يا سلام. من فرط النظافه اللي فيها، وانا بيهمني دي. يعني انا بجد ان اي عمل لابد ان يكون متكامل الجوانب، لان القيمه والروح المعنويه بتاعت الناس لا يمكن تقبل اهمال في جانب. يعني لازم هم يشعروا انهم اولا منصفين. وبعدين لازم، لدرجه لما قلت مره في معهد السينما، لما بخش والاقي قصريه زرع عطشانه او حوض زرع ملخبط، يعني ده اهمال لكم كلكم. لان ليه؟ ما دي عايز شويه ميه وشقرف وشقرف، وبعدين دوره ميه وسخه غير مقبوله. انتوا ناس لكم قيمه. وبعدين من باب اولى بقى الاساتذه يحضروا، والتلامذه لازم توفر لهم كل الامكانيات الى اخره. طيب استاذ يوسف، انا متشكر جدا جدا على هذا الحديث. فاضل سؤال اخير. اولا انا ما يعني لم تشعرني انه حديث اذاعي، انا تحسيت ان انا بقالي مده مش بتكشف وبتدردش، عشان كده شلت العصبيه بتاعت المتحدث. انت انسان جميل الحقيقه. يعني هو عاوز اقول ايه، هو سؤال فيه لون من الشقاوه شويه، معلش. يعني في الاخر بنقول لاي ضيف عندنا متشكرين جدا ونتمنى لك التوفيق. انا عاوز اسال حضرتك سؤال. اقول لك اتمنى ليوسف السباعي الوزير التوفيق
الذي حظي به يوسف السباعي الأديب، ولا أقول لك أتمنى ليوسف السباعي الأديب التوفيق الذي يحظى به يوسف السباعي الوزير. قلت بمعنى كده ان انا خلاص ما وريش حاجة، وفقت في الاثنين يعني. لا يعني انا بتمنى ان اوفق كوزير واترك الاثر خلال الفترة اللي انا اشتغلت فيها وزير اللي تركته في نفوس القراء اللي انا بحس بصدى موقعي عندهم كأديب. طيب أنا أحييك وأتمنى لك التوفيق كأديب وكوزير. شكرا. شكرا. أيها السادة، شكرا وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنى طاهر أبو زيد.